إنسان. تجول في غلية غراء الزاوية القرآنية اللي بتقع في محلية السريف بولاية شمال دارفور. فهذه القرية أنشأها الشيخ أحمد حنفي صالح، وتوجد بها خلاوة لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، حيث يأتي إليها الزوار من معظم الدول الإفريقية والعربية. من هناك متابع. من البعيد تبدو للناظر وكأن لا أحد يسكنها سوى تلكم المئذنة التي تعلو على ما عداها، ولكن عند الاقتراب منها تأتيك أصوات المرتلين لكتاب الله جل وعلا لتملأ أرجاء القرية بخير الكلام. إنها غراء الزاوية بمحلية السريف، قلعة القرآن ونار تجابته التي لا تنقطع. ويعود تأريخ وراء الزاوية إلى وصول مؤسسها الشيخ أحمد حنفي صالح، الذي ولد بإحدى بوادي زالنجي بغرب دارفور، والذي هاجر خارج السودان لتعلم القرآن وأسراره، ثم أتى إليها بتوجيه من شيخ الطريقة التجانية بالسنغال الشيخ إبراهيم ياس، الذي طلب منه تأسيس زاوية في شمال دارفور، وكان ذلك في العام 1974 للميلاد. والدنا الشيخ إبراهيم إنياس وجه الشيخ أحمد حنفي صالح على أنه يمشي في يتوجه إلى السودان، وفي السودان بالتحديد في منطقة في ولاية دارفور، في ولاية شمال دارفور بالتحديد، وجمكث في هذه المنطقة ما يقارب يعني الآن يعني 49 عاما في إلى 50 عاما وما أكثر. ومما يعني جاء إلى هذه المنطقة يعني بدأ في طريقة يعني نشر الطريقة التجانية في هذه المناطق، من بعدها توسعت فكانوا له مريدين كثر. ومنذ ذلكم الحين وحتى اليوم، ورغم أن المرض قد أقعد الشيخ أحمد حنفي، لا هم له سوى تحفيظ القرآن وعلومه والعلوم المنهجية ليتخرج فيها منذ تأسيسها 2700 حافظ للقرآن الكريم. الشغل الشاغل تحفيظ القرآن الكريم ودراسات العلوم الإسلامية في شتى الفنون، من تفسير وأحاديث ومصطلح وأصول وفقه في شتى المذاهب واللغة بكل فنونها من نحو وصرف وبلاغة ومنطق. ومروا في بالنسبة للزاوية عدد من رجال العلم من داخل السودان وخارج السودان ومعلمين كثر. اقتداء في حياته الاجتماعية بمن أرسل رحمة للعالمين قولا وعملا. ورغم أن له من الأبناء والبنات 38، إلا أن جميعهم حافظون لكتاب الله وتالون لآيه. ولم يقفل الشيخ حنفي العلم الدنيوي، فعلم أولاده حتى تخرج بعضهم من الجامعات. حفظنا القرآن الكريم، حاجة يعني بدأنا في غرة الزاوية، من بعدها هاجرنا إلى الخلاوة في الخرطوم والجزيرة، والتحقنا بالمعاهد العليا إلى الجامعات. وهذا هو يعني ديدنا الشيخ أحمد حنفي صالح ما في أبنائه حقيقة، في كل يعني مريديه ومحبيه في 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 في, في غرة في داخل غرة الزاوية وما خارج يعني غرة الزاوية. وتمتد تربيته إلى غير أبنائه، ولأنه بشر الوجه باسم الثغر طلق المحيا، اتخذ من سياسة اللين مع الحزم والترغيب بدلا عن الترهيب منهجا وإسلوبا في تقويم كل من يحيد عن الطريق من مريده. الشيخ له فضل كبير جدا جدا علينا في التعليم، كان بيمسكنا بيهدينا الهدايا عشان الناس تتعلم، حتى لو الواحد لو بيتصرف تصرف من ابناء مريديه ولا من الناس اللي بيجيبوهم يعني للتعليم، ويكون يعني سلوكهم الشيخ بيشيل الهدايا بيهدي له عشان يحبب اليه الايمان ويزرع فوق الايمان، حتى
أصبحت هذه الزاوية، وكان من طبيعته ما بضرب بيده، يعني ما بضرب بالعصا، وإنما بالكلمة الطيبة بيهد الناس. وفي اهتمامه بمريديه ذهب الشيخ أحمد حنفي أكثر من التقويم بالترغيب ليقيم على نفقته الخاصة كل عام زواجا جماعيا لكل من يريد إكمال نصف دينه. نقدر نقول أنه الشيخ لو ما زوج بيكون زوج له زي 1000 رجل وامرأة، هؤلاء كلهم أنجبوا أبناء وحفظوا القرآن وأصبحوا من سلالة الشيخ رضي الله تعالى عنه. فحياته مليئة بالعطاء، مليئة بالإيمان، مليئة بالإحسان. ومريد الشيخ أو سالكو الطريقة التجانية ومحبوها يأتون كل عام إلى غراء الزاوية في عدد من المناسبات الدينية، خاصة شهر مولد الحبيب المصطفى. يأتون ليس من المناطق القريبة فقط، بل تخطت محبته الحدود لتأتي الوفود من دول مجاورة وأخرى بعيدة، ولكنها تعتقد في التجانية طريقة تسلك بها دروب الله ومحبة رسوله. الزيارات مستمرة يعني على طول السنة، يعني مستمرة، يعني مثلا يعني الجزائر، المغرب، غرب أفريقيا، السودان، تونس، السنغال، بوركينا فاسو، موريتانيا، يعني دول أفريقيا، يعني بأغلب يعني شتى دول أفريقيا. ومع ذلك يعني يأتون ناس يعني من الدول العربية، يعني كمصر ولا السعودية، وفي مريدين للشيخ يعني في مثل سوريا وبعض الدول العربية. فحقيقة أن الشيخ يعني له مريدين كثر في شتى بقاع يعني. ومعروف عن الطرق الصوفية حبها لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه ترويح للنفس والروح، فلا تخلو أمسيات وليالي غراء الزاوية من حلقات الذكر والمديح. فإن شفائي في سغامي ولا غراء، فإن شفائي في سغامي ولا غراء، مديح حبيب الله من ناله شرا، نبي أتانا وهو نور وكله من الله برهان وتلغاية الغصن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله. هذه الإيمانيات وحفظ القرآن يمكن هو من